بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عاشر كان وكيب أقول كنتني السقالات كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. باب النهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا للضرورة. حباب يا ربيد لغا ريباي من اكل ثوما نكي تون عني او بصلا اما بصل صو عني او كراثا بصشه تيد عطوي بصل بار بين ودي جري او غيره اما وحكل صو عني ومما له رائحه كريهه او وحيابها سنجير دحون له عن دخول المسجد ان مسجد جليدس لغا ريباي روحي بصل صو عني اما تون صو عني اما بصل بار عني اما شيء كلو dadku aadamuhu ay dhibsadaan sida wixii waxyaabaha kale waraa sida fijilka iyo sigaarka iyo waxyaalaha la midka ah in laga reebay can dukhulil masjidi masjidka galidiisa qabla zawali raaihati shayga urkiisi intuusan afkiisa ka bixin ilaa lidaruratin baahi jirta darteed in ruuxaasi uu cuno shayga asaga ah mooye. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبغو حول من أكل من هذه الشجرة جيدا حق روحي وحكعنا يعني نبغو جيدك وحكوذا الثوم تنتو كوذا فلا يقربن مسجدنا مسجدك يغي يوسن أسر دوان متفق عليه حين صوغ الإسكدائي يوسن أسر دوان. وفي رواية لمسلم رواية مسلم أولي وحاكوت مد فلا يقربن مساجدنا ملها نكوت كنو يوسن إيمانه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل ننكو عنا من هذه الشجرة جيدا حق هذا الشجرة اللغة عرب الأصل وحال إذا ذا وحي تريدو كو استاغال حيض روحو كو قطن صدو روحو كو أنتر رصدي تريدو كو استاغال يابا شجرة اللي إذا ذا وحي آن تريدو كو استاغال إيو آن لهين أصبح كان نجمي على هذا نجم أصل كيسو تونتو مركا تجريد وينو كو استكتم له لكن نبو توسعا بأو إطلاقي شجرو فلا يقربن يوسنوس ودوان ومساجد يوسنوغ إيمان ولا يصلين معنا يوسن لتكنن متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل ثوما إنك تنعنا أو بصلا أما بصل صوعنا فليعتزلنا هنغا ديرادو هنغا فغادو او امس النبي وحو يري فليعتزلها كفغادو هكا ديرادو مسجدنا ميشان كنتو كانينو متفق عليه. وفي روايه لمسلم من اكل البصل والثوم توني بصل روحي سوعنا والكراثه وبصل شنوع كميدو بصل بار اي سومالي يرادانو دبا بورنا وين ماله لكن علينتيد يو دمعديد يو خاصه اد لو استعماله فلا يقربن مسجدنا مسجد كان يوسن أسر دوان فإن الملائكة ملائكة آدم إسكب الداي تتأذى وحي لبسطاء كل مضطاء مما يتأذى منه بنو آدم بنو آدم كو يا بشر كو وحي لبسطان وسنجيرة أما أرأى ملائكة نوار لبا مرك ملائكة لما أقول إن لبا آدم وركيبة شوشي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب إنه خطبه بوشيء أنه خطب يوم الجمعة ما الجمعة مسلمين تأخذ بي مدينة وكأخذ بي حلي ومسلمين تمدحوين أو أها فقال في خطبة دير ومسائل بدن الدين وكره الله وبرشد والله الله وانيي وحيابا يكتب أنه كبر ريي وحي حمانا يبرشد كل عنا وكره الله خطبة دي سوحا كتشيري وصنها المامين إنه يجري. ثم إنت كذب إنكم أيها الناس الضضو تأكلون وحد عنتان مسلمين شجرتين لبقيت بل عنتانو ما أراهم ما أن أركم برأنو إلا خبيثتين إني اللي تاموين لبقيت وناك سنين خبثي أنا وخبثي طبعي أها عرفي أها لرب صدو سنجيرح أرله فالوجه ذا خبثي تحريم كأي شرعي أها ما خبثي عرفي أه يخبثي شرعي أكل الجرة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث خبثك لغشك سورة الأعراف وخبثك شرعك أها يوحي إلهي رسولك أي حرمين أه كنوا محي وخبثك عرفك أيو وحيا بعضك أي لبصدان إحلاش بسكا يا جرس إذا بصشي يطونت إيو
وحبا نوع عازة وحلال لكن أركو دا لنفسدا مكا ويكالا تاي خبثي أمركو صحابي وكاه الله أيو وكي عرفي أما اللغوي وحوال بو آدم ونفسدا يوسف حاران نقن حق شرعيه ما أراهما أما ما أراهما وما أركو إلا خبيثتين إن يحيهن أرليهن موين البصل وثوما أجيدا بصش إيطونتا لقد رأيت رسول الله رسول كلاب أن أركي جري أمان أركي إذا وجد هدو دريم ريحهما سنشيرد وضو كدريمه من الرجل الروح مسلم وكجري في المسجد مسايدك أمر به وأمر جنبه إن لقصار مسجدك وفأخرج وحلو سارج إلى البقيع حواشي بقيع ومال مسايدك أدويت وبنانا اللو عايدين جري واجد من حبال النقطي فمن أكلهما نك دون يئنو عنه فليمتهما هكدلو طبخا كرين هكدلو سوى نستو كريو أوش ضب حول كشيدو أركو ذي هاد انتو كدب مركا هازاق وادو حكسو غيزاني هادو حكو إدامان با أكو إدانتو رواه مسلم حديث جابر حكو يمت وليقعد في بيته يوسن مساجد نوغو يمانن قوبها كتو كنين يوسن صوفر يسانن مسلمين تي ملايك تي يوسن ديبن قرقي سافر يستو انت اركو يسنجير داحونا وصو استعمال اي افكي سكرنا مانا يسو قيبت مركض دنبي إلا لضرورة دليل كذي مؤسن شيئين حديث مغير من شعبا كي يميت ودقرنا يسال مالي مالمها كان بيضا ايان مسايدك النبي كسو تكذي بورس عليه الصلاة والسلام مركا النبي كسو دوادو السلامي بحوض دريمي بصلان صوع رأينا إغسو أرأيسو وحروف تيدي بورد بصدي مركز الهداد بحشان صوع انتم مسايد المسلمين تها إيمانين دادكان هاردبين مركز سايدي من نبي الله وانيقا دباتا إيجيس النبي قعانتي سبان قبطي بوغي إيجا أيان قعانتي سبوغي وكو قبطي نغح إيو حي وحدنا وباهي درتان وحدي بو نبي قدريمي مركز الهداد أدو لكن لباكو قيستي وحولكو ما هيست إلا لضرورة نينك مركا أن بصاش النفب أوقيسو عنتبا كدهي ونفتسو كل عشدي صلاديه كهر لأوران مهي ويسكسو تكن لكن انتي نكال خيار إيا فاكهيسي إيا وحبال قد العضائي واسوق إيا وإيدان إيا أعونا وحال دن كل عقابة يا جماعة دي مسجد كما إيمان كرتان إلى أفكين وبن آدم كوكرا نقوني عند أهل العلم وحال لمدأة أو الحاقيين نسك حكيمة بصل يطون يكراث ومنصوص شيء والبول لعلا أما لما عنا أيا لمدة حلال بدو دون هالنقض سيجار كي يشات كي محال لمدة علماء قاركودنا وحي الحاقيين روح أفكيسو يريد كأولي هاي وصوير سنجيد أولي هاي أفكيسو صوشيرو أسنو ألمد هذا بوغ كوكوتا الله سورة يسا وألمد هدي سكس كاظو وصونا كبدرية بصشي إيو إيشي غي معانكو إلا هداي بصشي إيو تونتي إيو بصال بارك كدرية ونفس الشيء هداد أولا طيبة سنا وحلا إلا هدو ضدك آدو الشيرا إلي ذكود كبدرية هاي وحيابها كلنا والا مت حلبدي بريها ودبتا غنتين واحد نكالي قرن ماهي قليبا عالف وطاهي حلبدي اللي بتركيدو والا مت هدي لكن إذن كو أضوح وضع استعمالسون واسكسو الصورة يسا ونو الباشا استعمالو إذن إزدريمين إن كو الرمى إذن كو هدين إزدريمين إن وحا أضيب إسان ملائكتي مرنب الله ما أقوله اختيارا هداي تهاي أولا دورتون لبات إذن كي نسيد مغير من شعب وكالي مسلمين تمساجدها كل بنا مساجد وحا لميدا قوبها كالي عبادة لسوي ماده دكسيادة القرآن كا جامع عادها ملعبها الدين كلقو برتو جوابها الدين كلقو دراسيو عيدا ماشى لقو تكذو ماشى لقو ربدونيو جواب والبوع عباد الله وكل ما أيام مسجد كله حكم آه بصل يطون يكراتنا وحال حكم شيء والبوع سنجد آدم هو بسدان له هدي أنو آنن أقول إن كلون كأي هوشي سقليها كلون كده بسدان ودبلمت وكان كرتيد أذا كلون صعونة ملها سل آديس هيلبجيل قليه ودبعت الدجاج يكلون بس يقانة أظن هيلبجيل بكسر درجتي ويكون بسنة ينسنجير هذا حافظ هذا كنت كو أنت أفكار إذا بكيالن هاي نفس الشيء معان العلوم حي
وملائكتنا لدبو أما مسلمين تلدبو قوبتا كل عبادة السنية قوبها عن قوب عبادة أهين حكم كمسوه قليا سوق وكالي إذن كو أفكي نوري ودوشوك هذا دونتان هل نوطا لما إذن كإذن تالا نظافضو إيو وناق والله إسامري والدين ووناق أمت دين كينا كمدا لكن حكم كهذا نبقو كهالله يحوق سيا قوبها إيا كل مدى عبادة ميالها لقو عبادة السنية أما الدين كاللغو براني وإن لحرميه لقدريه ميالها كاللغو كقيمة بدني هاي وحبو ديري هاي معانه واسدة مهمد وحاوي انتو النبي عادية وحال الحكم عندها للعلم بناء على التعليل فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى بنو آدم وحال مدى شيء والبوس نجير خربا لآدم هو أرمسة عرفا أما بوكو قطة الله بها النقضة أما حنون أديق أكو هايست بها النقضة مساجدنا وحال مدى قوبها عبادة الله مدى باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء حباب كراهة الاحتباء دون يسقى مقر وحيسقى إن لك هذا احتباء قد وحلقه وضائنا تجل بها سو تاكتو أدمرا وكلا دبر كادا كسو قوات عمامة وكلا كذب يجل بها قبسطو أما الله بدا قعموت بآد لغا هذه يجل بها كسو قبسطو كراهة الاحتباء قروا حيسيين لكهوده أما الضيوسي يوم الجمعة مالك الجمعة والإمام يخطب إمامك خطبين إمامك خطبة أتاقن لبعض قعمود أنت ردو ماذا هذا اللغات كقبطه أما جلبها كقبطه ما شاء أس سيدة هيري لأنهم حي إلي الضيوسي أما عمود لك اللغو حد ربر كي لسكو قبطة جلبها أما ردو ماذا يجلب حسوش دا أوكينا النوم هردو كينيا مال في عمباد جفتايو سيف في عمباد فردايو ada is cuskaday oo mara ku dhagan oo hurdaa ku qabanaysa hurdadu soo jiida fayfutu waxa tagayo meesha ka baxaya istimaacul khutba wixii aad u timid waxyaabi uu weyn waxa kamid ah inaad khutbada dhageysato salaadana tukato shuruudii jumcadii oo dhan baa ku dhaafayso khutbadii baad dhageysanayn iyo wacdigii waanada wayu khaaf waxa ka laga baqayaa ninka garwaaxaysta انتقاض الوضوء ويسدي سنة يجبطوين نافكة تمادات مرضات صحتها الدهوردات تمادو كنترول كبار دومية عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ومضح كربي عن الحبوة عن الحبوة والحبوة حبونا والله آخرية إن لك السريو يئن لك قذاء عانة قذاء كان عانة حبوة ليدادو واحتباقي احتباقي واتقرن إسان بيلتاي محالو رنجري garwa haysan baan waaqana dunyaysu waxaan waaqana markii madaxii minja aad mar isku duubto laakin qoliya uu yaqaan garwa haysi waxa uu taqaanan dunyaysi yiraahda soomaali waa niwal baafki hooyadii bartay ba kuula iman hayaa naha nabagu madu xukun rabi cayn xubwati garwa haysiga yawmul jumu'ati maalika jumcada wal imamu yakhutub imamka ummada waana yakhutbayna rawabu dawu tirmi wa qala wahidan labada imam hadithun hasan أبو داود حديث حسن ما نكو أرق ترمذون بحديث حسن يلي أما أبو داود حديث باب كو ترجم يستوو كان ونكا أمس وقال حديث حسن بانا وناكسن إلا إله وقال بإذن ديغان مسا وقال إذن ديغان وقال إنما يقول ديغان قال بس وألف التثنية أيسا وذن كتاب كتابك نافعة أبو داود بوري والترمذي الترمذي وحول حديث حسن سدا والترمذي الشيخ بن مودا حديث كونه يهي وذا دنا وي ضعيفيا الخطابي معالم السنن كيسا ابن منذر اوسط كيسا يا عبد الحق الاشبيلي في الاحكام الوسطى يا ابن قطان الفاسي في بيان الوهم والايهام الواقعين في كتاب الاحكام وذا دها دورك حديثك السند سوى ضعيف بين هذان وي ضعيفيان حين كوهيستان وذا لي ابو مرحوم أي حديث كورية عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أبي مرحوم عن سهل بن أنس عن سهل بن معاذ عن أبيه ومعاذ بن أنس كاد أظهيسان السحابقة السحابقة دمر الملا ويلكيسة معاذ بن أنس سهل بن معاذ فربا كوكودن أرضي كقضان يا أبو مرحوم أنا فربا كوكودن قبل قبضونا أبو مرحوم وأنين صدوق زاهد صدوق زاهد ويبلغ يقانه مشهور معروف بإجابة الدعوة ولما بريدي سي يدعو دي سلا أقبله هدو إلهي وحوه دي سواهلي تشري
نقاس يسوى الرؤية. أما سهل ابن معاذ وتابعك حديثك كقات أبيه أسوه سيد الراجحة وأنين صدوق وحسن الحديث لا بأس به وحاون ضعيفة مرك أرضي قدبتها كان أسوه أويهي نين ليلة الزبان ابن فائد أفضل الزبان بيكتي ما داي وداد كان سهل ابن معاذ لب مقبه روايات الزبان ابن فائد عن سهل ابن معاذ بضعيفه منكر عند المحدثين. أما وداد كسهل رواية عن أبيه لا بأس بها. انت اين ادلفه انت برمي صدرت الحديث كان ابو داود الترمذي اي حجيين ترمذي انه وحكو حجيه بالتصريح ابو داود وحكو حجيه بالسكوت عليه وكان مصي وترجميست انت وترجميست باب ابن خزيمه صحيح يا في صحيحه ابن خزيمه صحيح بر في صحيح كذلك الحاكم حاكم انه صحيح يا لا نكل لي هذا ترمذي اصنواد مرتين اختلف اهل العلم انه سوغوريه وسوغوريه حق مركه فقه حديثك وتلمام يا ان نبي وديدي روح مسلم كانه غرواحيست ام عمامه غو دبرك جلبا كو قبطو كو خيرو خطبه سوتا نينك لا يراد اسحام دراوي و هو سو غوري عن عوام اهل العلم ان انكرها وسن اهي او بنايه ابن منذر في كتاب الاوسط و هو سو غوري اكثر اهل العلم و هي كتغي من الصحابه والتابعين ان دب وسن لهي أبو داود سنن كيسا مركو حديثك كينا أترجم يستوحو يجي وحاب قبي احتباقه إنو بناي إمامك خطبيني أدقر واحي سنكرت أمد تلبها أدقص وقبسن مرأي عمامت وطاد أنت أفري سنكرته علماء دور رمبا كنت قبل مصحاب التيري تابعين بوتيري أحد ديدي السلف كوحان كوري نابور نيلي العبادة بن نصي من كبسا كاهي نابور لكن ترمذي أصوى كدقيق سنة ودادها إسحام دراهوية يا ابن منذر يا ابو داود وقد دقيق سنة وترمذي وحجيري بعضها العلم وكهضي وحديث كان معنيه سكون رقمي مركز الشيخ جماعه من اهل العلم ترمذي سيدا سو اسوق مري حديث كان مركز معنيه تحريم مفائدين يا وامكره والله كهضا انه سوقي حديثك حسن يا اين كدينه دنياي سوقو اما قر وحيسو امامك خطبين يا ما دام إن ويسدن كاتبين كرو فردنا يكو قبان كرتو قعمه مركاد حرد قعمها كقرا وحيستنا دب كلا بكي من كرو ده قعنتو كفقتو فردكو قبتو نيك قرب فردية وادفرو قرقر يسأل كات قد عدين إسابة إن هذا يدال لغي يابا وهاليس لباتك لا بتسوق أضو هذا سيدا هذا كو دكو قبت قعنتهم فق بيليه تنوى يفكان إسا وذات بتصنبروق تبين كرتابا لباتك لا كتشرت وادوكتي أولها صورن بك وكره تحريم معه واحد حديث ولا يلو سجنة أبو داود حديث بحديث كحجية كحو بدن حق السند ك وكوري يعمل شداد شهدت مع معاوية بيت المقدس مقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي فرأيتهم محتبين بول سيدنا معاوية حلو أمير كأها مالي مالبها كم إذا بيت المقدس ويهود هذا هيسته صلاة جمعة نقول تجي نأخذ بيجي سو خذ بينا يا أيا ضدك مسلمين تاسائش ولا راعي بول ضدك مزايد كنت كان يبضن قد صحابة يا هاي حرت النبي محمد عليه الصلاة والسلام بضن قدنا ويجر واحد نايم من عماد حدا من قو حدا من قعميس جر واحد والإمام يخطب وحكو إن كرينا ما أرقب يمكن هو خطبيني حديث كاسو مركا أبو داود دبرني حديث كا مركاسو ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عباد بن نصي نك كريه بكوذيب مركا إن يبنان تاي لكن لقوا ناقصين يا كحمبار حديث كحس حكم كيس سيدا إنه كده إنه وحقب مركا إنه يا هاي حاران مجر أهل العلم وبناي هاي بلا كراهة إيوه أولو بدنيا كره الآن ببنان تا وسيد اللوب بدن يهايا إيوه والله كذا لك ببنان تا علماء يرى قبانون أنكو دينه باب النهي من دخل عليه عشر ذي الحجة عباب يريبد لقى ريبنين كأيوقع شيء طبان كذي الحجة بش عرف مربها ضيب بلاته حقا أن أدون يسئنا عرف يسطن نيف أدقور عدو وحان لقوه قلي باب النهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد حقنا الضمعه دوني أن يضحي إنه عرف يسته عن أخذ شيء وحون إنه تابتئن لقى الريبي ومن شعر يتمه شعر يتمه ساء
أو أثار عديه ساء. وفي رواية حديثك أولي هاي أو بشرته حديثة كنت من بشرة بس عديها هي ما هتمها بس حتى شركة لنا وحكا قويسو حتى ربطينا حتى حبن إز قويسو إز قشو سوك إنت تعرف فايزانيس لا دون تفرنا إز قويسو أوكادي حتى دون هيلي بكاسو بحي إناد ترط أوكادي هذا لما يسترون حيا يقولون أولا هذا هو إز قعرف فيه سي شركة دون بإله النار توقع حرائيو كدي فداد حيرنا يسي فداد قابسان يسي بعده يكوت الله حتى يوضحي إلى وكعرف يسون نفك وجورعه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال هو يدا وحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح فعل بمعنى مفعول من كان له ذبح أي مذبوح نك نفك جورع ذا جورع هيا يذبح جورع فإذا هل هلال ذي الحجة بشد الحجة هضيب بلاته فلا يأخذن يسنجون أمقاد من شعر تمهسي ولا من أثفار عديه سي ولا من بشرة تيباك وجرت شيئا رواية قاركوت حتى يضحي إلىه عرف يستنفك وقرواه مسلم نهي قنوة نهي كراهة تحريم معها سيد اللوب بدني هاي قد يربى تحريم كقبرواه مسلم أضحيض مواجبا مزوى سن كتب الفقهيات كم راجعية يكتبت سورا كان صوفا فاهين وحلو بدني هاي إني سنتها هاي ويسن واجب هاي جماعة منها علم حي كتاجين إن العرب يستولوا ضحي استوى واجب يكتا يروح كستوى هيل كرا نصاب زكاة أفترن أريها هاي استشنها على ذو جيل هيل كرا صدنا الله هيل كرا أما العقد دقي سهيست روح الزكاة واجب يسي سنة كينو هالمر بش عرفوا ضحي استوى واجب يكتا جماعة كتاجي أبو حنيفية غير كي كمديه جماعة الكوفة سفيان الثوري وكمدي هاي علماء دورة قباء ومثلا سهلا معها لكن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الراشدين سدا سيقبئن يسن واجب هاي والسنة هاي أبو بكر وعمر أيقوا أود كري كتجي شري مرك قاركون من نوى عرف يسن شرين مرك لو يديو اللي محاض وقت تكتن مرك قاركون وحيدة هذه وحنو كبق إن عامض قاركون إن يقاتان إن يواجب تاي إلهي نومدك ما واجب يلين سدا سيورن شرين المهم واسيء وناكسن علا ذا اللود ديدن عرمض ويق عديين آثارنا وي كفهمينه وحوي شركة ذو حي أيون ورد ما يسرون عدي هي فليد كم غنين إن أنت تجور على النف إلى النار تو كحر يا ضربة إلى النف ما يسرون بوحة وبدق أبو يذكر عرف إنسان إسا شيء عرف هذا كان شروط جون أولياء فقيات قد مراجعين إسا النص هذا لا كحربة تفاؤل كاسوي أنت تعرف إنسان النف تجورعي ما محرم باتاي مس حلال باتاي وبحث قالوا هذا لو قد قال لهم سده اجماعا لسوق قرينا هاو شكرهم بالسكو هياي احكامتي محرم كم مقادن يسد باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة وهي من أشدها نهيا حبابي يا باب كان كسب سنة هاي أحدا الله إن لقول دارتو إن الله قلي أو حارانتا يا هي أحدا كأهين إن لقول دارتو إن حارانتا هاي بين نصوص تقع ضهاي وأنا صدا مذهب الشافعي قام معتمد عند الحنابلة معتمدة وكذلك عند الحنفية معتمد كأما المالكية المعتمد عندهم والكراهة قرطب وحول أصحاب تنض وحيدا وكراهه نصوص وحيتو سيسا تحريم وكذلك قاضي عيال رقم حديثين تأييغ فقادو داء وي دري من أحاديث تأييو مذهب كدونو جديدين يهي لكن حقوق حقوه صبح دي مالك إيا السلف كوهدي كراها كردهان تحريم بي كوهدان هوشا إني فهمان بي آهيد أبو يوسف القاضي باكه اللي في الرد على الأوزاعي عدي محمد حسن الشيباني بي عدي السلف كوهدي كردهان وذا دي دنبا شرحه إسكب جوجي من قيم من تيمية إيو قرافي إيه هولو دا أيضا بيين رقه رابع عدي وقرن اللبادها هذه السلف كراه إطلاقان مسائل كخلافك اجتهادك كراه كويدا هدان وحكوضان وممنوع حرامي لكن ويأفقوا باتدينو آيات القرآن كيد بيكع عبصدين ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وحي نص قطع آلهم بيحاران عبديانو عربك كل شيء هذه المسألة مسألة اجتهاد كفرانيا أما خلاف صيغة كفرانيا أما أدلذة لسكوها يسطو أما الدلالة حقوق لسكو ما نرافو أيقون أي قوانين لحق بدن تشيقون حرام ياي عربك حرام كميسة لتشنجرين وحيورن جرين وكراه أكره ومكروه لا يعجبني مفعنه لا تفعلوا انت سوق قبسن جرين
مرك كراها مرك يسلف كشيغان همودين كراها دي متاخرين تي اهيد كراها تنزيه ابدا مرك معتمد المذاهب وحاويه معتمد المذاهب مذاهب افرط ابا ان تحريم كحوك بدن خلاف نوا كوجرا في كل مذهب نصوص مالك الدونتان بابنا يريد الاسكر باب هاي عن الحلف بمخلوق ان لو دارتو اون اونك الله كميدا ملك نقيا رسول نقيا ان الله قالين كالنبي سيدا صوبانه وكالي والكعبه بيتك الهي حرام كا والملائكه ملائكته وكالي والسماء عركي والاباء دقيدين دلو وكالي والحياه النولشه نولشه وحياه الرسول الله بنو كدارن جري ان جريس انا مقال اي والروح نفته لو دارتو والراس مدح لو دارتو وحياه السلطان بقر نولشه لو دارتو ونعمة السلطان وحي دونا بس كقدرنا يعني سلطان كجلديس ملحوينها جلديس يا بالقس وتربة فلان عرضه بلقى أبو راح كل عرضه مع عرضه أنا قال إنه يمشي العقدة صارتي والأمانة حل كيسان كل عرضه أمانة حل وي سما لو يتقن حوجي حلا يكون عرتان حوجي حنية يكون عرتان قرئ حرا يكون عرتان يا ما هو كذا إنما كذا روش توركوا قليل قليل البانطو شيء جاي حوله وجهي على وجهك استاذ كي كده رنتري استاذ كان وحوي جدا سيدك إن عبد الحسن رحمة الله تعالى عليه إذا وحاصلا والأمانة وهي أمانة دونا إن لو قد أرتو من أشدها أرمى الله صور شيء مد قدرا ونهيا حبا قدرا حق النهي إلى سر يبدي كمتها معايا لي أمانة وحلية تكليف هذا القصارى فلو قد أرتو الله أمانة مرك وارد ودي من أن تجيب أنكو أركي وحاسة كل أرتن أمانة كليين أمانة ضرب أطاي وحبادو شيء أمانة والله ما شو قليلها والله يبا ما الله كوجو أمانة كليها أمانة ضد رضو دارت وكان دقاقة هاي وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما عنه صلى الله عليه وسلم قال نبح إن الله تعالى الألوين ينهاكم محيدين كريبا أن تحلفوا إن كل أرتان بآبائكم أبياشين أو ياشين سؤالين ويقول أرتان أبياش وتن أباه وياه وتن هويه وياه ولد إياه ولا الآن أرحن يا أقرب الآن بيكون دارن هيا وحي الدين هيا المتجر أن تحلفوا أن تكون دارتان بآبائكم وتن ولا لك وياه قبله يكون دارن هيا إلى والك يا كويني قبل ولا الآن سعون ميسي أن تحلفوا بآبائكم أبياش أن تكون دارتان بربي ربي دين كريبة فمن كان حالفا إنك دارن هيا إيه هذا الشيء أم حاجة إنه نوتيو حوتي الدنيا فليحلف بالله ألا وينها كل أرتو أو ليصمت أما هالشبه سكيد هذا هذا الكاشي تلقى ما هرم يستن أما هالدين أيضا يطلع لهم حقاق لي ما حقو دبار دقاي وروش هو سيدا سيدا كل أرو سكاكا ودقا ما محكمة بانصار نايد محكمة بيان جوغانو حدارت هذا دبار دقاي متفق عليه وفي رواية في الصحيح رواية صحيحة بغير كجرته حكو تمت سعانك كجرته فمن كان حالفا انك دارنا فلا يحلف الا بالله الا وين احد ان كان هن يسن كدارن او ليسقط اما شبه سكيراس كاموس عن عبد الحميد اذا ونهي الصريحه او يمد احد ان الله كان هن با الى ان ان ريبي نبي وحما دين انا ان ريبي ان الله ينهاكم الا وين ايدين ديدي ان اد كدارتان احد ان اساك هن ما لو ديدي دارتو وشيء لوين يوي بنا آدمكم مخلوقاتكم أحد كأكتوذو كوين إيه وحكا وين أوسن شرين أيها أكتوذو سيئا من سنهم بيكون أرطا إذن الحلف وتعظيم للمحلوف به ووينين يقدرين أحد كأكتوذو دارنا يساد وينيس إذن غاية التعظيم لإله بها خاص الله سبحانه وتعالى غاية التعظيم بركة تعريفين يسين قيح يسين عبادة محيا هاي والنهاية التعظيم لمن يستحق بأمره إلهي عباديس غاية التعظيم وين مش غضا بيس أسر رئيسا الله مضان سبحانه وتعالى وحي التعظيم مركة مخلوق لو وين يو لو مدون وين إلو إله النفري يؤنون رب سبحانه وتعالى أوسى النفرين مربها دوسى النفرين غاية التعظيم الله إسكالي لما أقوله وشرك أكبر أما أصغر هل جوتيوي الحلف دارنا أكتئذ عند العرب جاهلية وإسلاما بل بن آدم كو رمبا نول بأفكي سكو دارتاي
بن آدم ودمبر دارته أكتوه وشيء لوينيو أو كره روح كل دارنا يكلاو دارن بأكتوه كوين أن ملوا دافلهين بالكو دارته أركان تحلف كي يقسم كنا هبين داود بايدين صور شيء محلوف به وشيء قد كل دارنا يسد عسكان يسوك إلهي وكلاء والله يبالله تالله يبالله أحد قد كل دارن عسكان يسد هذا القدر كل حجنيس أيه وحال هذا محلوف به شيء قد كل دارن أما قد كل دارن سمين تيسا أما شيء قد يسا قد حجنيسين وحاول هذا محلوف عليه والله إن أنا وحى أما قلب الله والله إن أنا وحى السمينين والله إن أنا ييلين إن أنا ييلين يا سمين ما هي يوان سمين محل إذا كاسسه محلف عليه والله إذا وام حي وام حلف به وحي ما شكر عين وام حلف بال دار بات سميسي أذون حالف بات أذون دارنا هي حالف بات أركان تأفر طيلة مركب وين أتكلف فهنته من حلف بغير الله فقد أشرك ومركب عسكت أحدا الله كأهي سيدة أمانية النبي والنبي إلهي الدين صمالوية قانان إلهي الدين كله دين مرة غارت ويكون كنتمي وقرآن كان لقوة مرة روح دقن كيسي عمل كيسي الدين يضاع لقوة تنوى مخلوق لما أقوله مالك يوم الدين وهم حي صم مخلوق ما مخلوق ويدين كاس أما حساب كدقة أما قيامة كدقة أما أمال مرك كدقة دمبلة إذن وحان إلهي سبحانه وتعالى أهين أما صفة تيسا أهين سواء صفة ذات هنقوط أما صفة فعلين وحاوي لغمر دارن كرو وعن عبد الرحمن السلام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفها قدارنا بالطواغي كو حد قدبي بالطواغي جمع طاغية ولا بآبائكم أبيالك إنها قدارين رواه مسلم الطواغي وجمع طاغية لا من الطواغي جمع طاغية حقوكو لهاي الطواغي وجمع مفرد كيسونا وطاغية طواغي وجمع مفرد كيسونا وطاغوت ويكالدوين طاغوت ومفرد يا طواغي لقو جمعيه طاغي ومفردنا طواغي بالله جمعي ويكالدوين ينساس وربين كدواء مصدر وكي من على فاعلة طاغي ومصدر كي من على وزن فاعلة وحان لقوة طغيان سنم كان لعابد ايو ايا وحوية هاي واساقا بحد قدب قد يوسف ومحوية حد قدب هدو يا مخلوق آدمه إلي عابدنا هدو وركس وعده هذي أمد أضون مسكينه صالح أمد كحد قد بين سيدش عبد القادر جيانا وكلاوي هينا ضدكو صب أغن نغضين يكف الدنوبان وآفو ضدك يكسر عطاسو وحبا لو ما هيست لكن من باب التسبب بالقي إيغية وسبب كينا إن لحد قد به وما لو إله سبحانه وتعالى غير إله لقرب له وهي طواغي اللي النبي يقول شيء لا تحلفوا بالطواغي ويريدنا أن أصناموي وعلى أصنام صنم ياهو ومنه الحديث حديث كاكمدة حديث كوي من الطاغية وإن يتهي مفرد كي الطواغي هذه طاغية دوس لفظها هذه طاغية دوس حديث كوي من ما أرق لكن صحيحين وبخاري مسلم حكوي من حديث أبي هريرة إنه النبي يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة وهي طاغية دوس وذو الخلصة طاغية دوس باقوت من حديثك نبي حول قيامة ودعي ميسو إلى الضمر كهري دوس أي سنم كودي كطوافان يكد الوريقة سنم كي سنم كي ذو الخلصة الأورنجري وذو الخلصة تنا وطاغية دوس نمن كري دوس با في الجاهلية عابد الجري صنم عابد الجري قيد كي الله ويواجد ما نبغى قدر الصحابة ولا سبب به وذلك محقق وسط حديث حدود تيري بخاري مسلم أبو كجرة مسلم أبو كجرة لبا كون سقال بقي اللح بقى كجرة اسكو حديث هو أبو هريرة إيو أبو هريرة كوريان بخاري في الفتن بكوريا مسلمنا في الفتن وأشاد الساعة كوريا اسكو ميل بكوريا لابو كن سقال بقوي اللحب وكاكتشرا مسلم إنه هو تريعي
أي صنم طاغية دوس محل جودة صنم كثير دوس بوي ومعبود مكي عابد الجري وروي في غير مسلم مسلم غير كي وحال جوري حديث كان بالطواغيت وأهل لا تحلفوا بالطواغي ما شاهد بالطواغيت أو جمع طاغوتنا جمع طاغوت وهو الشيطان والصنم طاغوت كنا وشيطان كي صنمك بمعنى أصنام تا حيابها لقو دارا ويكل الدوين ويكل الدوين صنم شيء له غير كي إلا عابد تذكر دارته عن قصد فأنت كافر بالإجماع كلا فهم أو شيء هذا شيء إلهي غير كي لعابد كصنم وكلات والعزة ومنات نائلو إسا يا إساف يوحي الله المال وحيابه سمالد عابد قيبة كمذا شيء إلهي غير كي لعابد هذات كدارة عن قصد واختيار فأنت كافر بإجماع المسلمين إجماع أنا وحسوق القادم من العربي في شرحه ودرنا وقت قرسين ورنتي تذكر رجلين وقرشا تاسوا مسألة وحبا كلادون محلوف به جي أذكر أرنا يسهدو صنم معبود من غير من دون الله أوياي حق أن دارته أقص ديسنا دارته وأذكر قالوا بيسا دين كتكب حيسا هدي لكن أذكر دارته وحن صنم أهين أما أن لعابد أذكر دارته وشرك أصغرة وشرك أصغرة سيدا الراجحة سيدا أبا أوكالي أييدا أوكالي كعبد أوكالي نبي أوكالي والحلف بغير الله وقصد اختيار شيء نؤوسا أهين صنم يوحي إلهي غير كل عبد أوسا أهين وشرك أصغر شرك أصغر حلو جيدا وكبيرة من الكبائر شرك أصغر ما كان الله شيئا مودين الدنبير ودنب كوين وكخطر سن روح مسلم إلا دلو ودنب كوين إلا الزنيستو وأدم بكون ربا إن لعنه دنوبته ونظمات محصنات إن لقد في عقوق الوالد دم بكون والشرك أصرك وحلقه الدين كلقه بحماية لكن وأدم بعروس بلقه وضعه يعني لفضي سنة تاين هذه الفانتين بيلتها هذه سورة الصدحات هذا إلهي غير كي كل عراته أما صنم لعابده النقضه أما وحن لعابد هنقضوا بن آدم عادة كل دارتي أما مخلوق عادة كل دارتي عربك أنا كاد دفن أقصد كفر أصغر ما أكبر ما سداس أكل فهمه محاي إلي سورة الفعل بالله إلي مثلا صحابة قاركوت ما دام يقصوا كورين وعادي رقن وهي غير كن كل دارتان ضواغط كل دارتان أباش كل دارتان واجد دم إسلامين مركا قاركوت بعض الصحابة انتي سيهفين ويسلمامين بيوحيدين واللات والعزة واللات والعزة ننكي وذاتك مي كسو كري إلا أكب سلان هاي وصفع الله كرم ترتر هاي وصوصو بكن نقون هاي وحلقية وإنو حليس كدارت حلقية دلاغن يراد حلقية دلاغن بان ييلين وسئلوا بها صدون صنو حلقية دلاغن كسو دارن هاي مسدح بريوة لغا ترتر كرا عربك كاد فهاي أو شري مدوك وين وين ها موضع إسلام ما قشين أو شو وين وحباك وهر هاي ملها لغلق وكو شرو أولي كاسود عن روج مدوني كاسود لماطية وابيض وقت بيو بانت وقت أنت اللجارين المهم هداد إله غيري قد دارته قصد اختيار قد دارته شيئونا أوصنا هاي سنم إيه مما يعبد من دون الله وشرك أصغرة هذه اختياري قصد أضعوك دارة توح إلهي غير كلا عابدنا كافر باتي بإجماع المسلمين كواتك بحضي طوبتك هذه عرق كعدفو سيد هذا لقو اليمين كوكالي والله إنا نيلي والله إنا سرعنا والله إنا سودا قدينا والله إنا نصادين دارو مقستيس عرق كعبرتي مداسو كلو سبق اللسان كا لقو مقالو بدينك لك كما بحو كفر أصغرنا ماها ولا شرك أصغرنا محايا المحل واي مناط التكليف سورة الحلف بالله يا مويا حقيقة الحلف لما هي مرق الروح انه ارف والله ليا انه وحوينيه مره انه دارت مدونيه اي وحويه وحب برت واباسك عرفك بك دفي وسبق اللسان تكليف كان وحا لو شرطيا روح انه عاقل يحي مرك لبادنا فلكن سمينتي زو قستو
oo fiirsada falka sameynta uu u qasto yaa shardi shardi ma aha way inuu u qasto inuu gaaloobo kala fahmaa labadaas falkan inuu inaad sameeyso oo weedhan ka soo baxdo oo dhaarato may aad doonaysay maya marka ayada kufri asarna ma aha wala akbarna ma sadaxda suuri kale yiin masailku marka isku meel ma aha midna waxaan leenahay kufri ma lama helin dhaar baan leh maxay yeelay qasad baan leheen midna waxaan leenahay dhaarti baan leh qasadna waa jira ilaahay geyrkii baad cuskatay sanan baad weynaysay faanta kaafirun billahi alcazim midna waa shirki asan saasay kale yihiin muhimadu waxa weeye ilaahay baa tacdiim kan khaas ka amudane rabbi subxaanahu wa ta'ala xaqiisa yaan uun kale la siinin oo lagu dhereerin xurmaya taqdiir iyo qadarin weyna allah iska leh iyo ciddu ilaahay uu siiyey laakiin tacdiimkoodu ma keenayo in lagu dhaarto yaa inta hore ficaanta inta dambena waa shirki inta hore waa towxiid inta dambena waa shirki ilaahay rasuulka dad ku dhaarato towxiidun waa shirkun wey inta hore ajirba lagaga qori inta dambana waa inaad ka toobad keento dembi weyn wey وعن بريد بن حسين الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة أنت رضي توحيد تهي أنت دمر أي شرك تهي سو كما دعين ميشا يضا إن كل ما شرك إيو إي إسلام أما أي كل ما شرك إيو توحيد أما أي كل ما كفر إيو إيمان والجمع بين النقيضين ومستحيل عقلا ونقلا وعرفا وركا محد كليدي وركا سحما وباطل وحان كل مكرين ان ميل اسكو ايمان كرين ان روح بنا ادنا او سهل هل مر كو تلمانان كرين وحا ويه شركي وين ايو اسلام ما صحيحه هذا المسلم هيد او اسلام كو اصحي او لا اله الا الله محمد رسول الله انت تدا الدين كزوغ شيء oo islaamnimo ku asaxday haddana aad shirki weyn ku dhacdo islaamka baa buraya laana islaamka iyo shirkigu akbarka ah waa naqiidaan way iska soo horjeedaan ma kulmi karaan waa dab iyo biyo waa liin iyo caano waa bisad iyo jiir iyo dooli wan iyo waraabo wey ma kulmi karaan hadduu islaamnimo horreysay oo shirki akbar uu ka daba yimaado هاد بهاد كعوي هاد بهاد كعي بوسك يصبن ايان قال لي ما هو الرئيسي الهي غير كيف العابد الجرتي دينك اسلام قد فوق قشوات وحيسة وحان لنا مسلم باطي والاسلام يجب ما قبله يحرر لنا ضاد قال قدر هيا وحان كل مكرين والاسلام المعتبر والشرك الاكبر الإيمان الشرعي والكفر الأكبر لا يجتمعان إيمانك معتبرك قيدك معتبرك ومقصود قيدك الأكبر ومقصود فهم الإيمان المعتبر محلق احترازية الإيمان اللغوي إيمانك اللغوي يكفرك أكبرك ويكل مكران وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إيمانا وحبترين وأسحينوه التوحيد الإيمان بالربوبية والخالقية والرازقية والتدبير والملك والتصرف في المخلوقات أبو طالب أبو لهب بوايا قانين عبد المطالب بوايا قاني كالدين لكم الصوت قالوا إيمان كم حلو يقنى الإيمان اللغوي مركا الإيمان المعتبر شرعا لا يجتمع في حال من الأحوال هيه بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر إلهي بديدي ولو أشركوا مرة واحدة لحبط عنهم ما كانوا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله من ترك صلاة فقد كفر أكبر يا إيمان معتبرا مرنما كل مكران نيكو بداوي كل مكران inuus islaamka fahansanayn diinkana uusan soo gelin dad ku dhaarato tawxiidka u qabo warkay maad fahantay islaam muctabara iyo shirki akbara ma kulmi karaan
ninki da way kulmi karaan waxa tiraada kitaab arar le waxaan ku barahaya inaan waliga islaam faam diinadan soo galin laana wuxu maxayeen Soomaali li waxni baan aqoonin baa lahkarid nin baku li wax baan aqaan aw baatri dameerka fulan ugu waka li wax baan aqaan baku tilmaan baatri balkan dhagaha dhaadheer ee buruufta ku haya xaarka dadka cunna Soomaay haraaqda dadka ku laayo ku yiri ma hadleeda ma ayad quraan oo baanta iyo xadiis ku sheega ninka inuu libax yaqaan inuu san aqoon haw sha fahma waxyaaba aad aqliina ku garan kartaan oo iska fitri aan ka hadlayna ma ayad idin kama baahdi islaam waa maxay ma huwa islaam ii taariifiya ii qeexba islaam xuya إلهي كرجو الله جانسب إلهي كرجو لعابدو الإسلام هو الاستسلام لله والمسلم هو المستسلم لله لا لغير بعد الذي سوزم الله إذا هدون مشرق المام حاطر هذا المشرق ها والمستسلم لله ولغير معا سو كل مكران حتى إن كان كرجي إلهي كرجي بعابدة كان وحاطري أولياء الله عابدة إن كان أولياء الله بوا عابدة باتر ninka ilaahay kaliye buu bariyaa baad jiri kan waxa dadri oo jaamaca ahayn awliyada iyo aanbiyada ilaahay buu caabudaa labada nin musuxu kuma noqon karaan inta muhibbaanta ay quraan mise faham bay ka rabtaa kaliya inaad waxa la idin sheegay aad fahantaa Soomaalidaan isna inta mar isku hayna waxa kale oo dhan waa iska falsafe iyo rag iska dhicin iyo xaq iska joogsi weey لكن وحوي والروح مسلم كأها ومسلم لها كي جالوبي وقال لها لبدا أنا يان لسكم ملين يان لسكم لابين اسكم ميل موذي قلي كاران اسكم آخر اسكم ميل تيجي مهيان الدون كان اسكم حكم معه انت انينك فهم واي وحبي يسلقون رياض صالح وحبي يقول لقين صلاة نيوسون تقن لغا أقبال ما وحبي كم اجرا وفهم ما مسلم محمد مسلم كتا او يهود كي قد وانت اي نصارى اي كريستيان اي ابو جهل محمد كي قد وانت قال لي خالقك ابو ركلي ان العبد ضل لي قال لي الله انبياء شو اولياء الله ال بيلا كين سيدي نمن كريو فتون كم مريض ميل اي شيغ ور محايد ماشي قربدي شيخ بشير بعد دكتور اي شيغ مغعيد واي لوغانو قفيلي مي اهي بناو مي اهي اوكو كا 93 91 عالي يروح حرن وهو بير بهلا إرمانا كورا بسنة هي إنه جيد عن مرة وين يدور الاستاجي وحي قال هي ما أنت كقفت قال لي يا الله أنبياء شو أولياء الله إلبي لك إلبي والله أمي جيلا إلبي لي يقف يقف ديا جيل إلبي لي يكرر إلهي كلي مسه إلهي يا أنبياء ده يا أولياء ذا نيكم حوا مزية جيلان أمان يا رير كان ماش من تفرديا إلهي كل يوم سنكون في اللين بأمزية هدي إلهي كل يوم كف لي يا محا إلهي الله تبارك هيا هي أنبياء أولياء مرك عرك روب لجوا عدة وعشقات وعافمات كيارات وأسكن عسكرناي عبد القادر ايجيرا بل اورن جيري هذا قربا هولاي غي ديب اوغو نوقن اي فهم وخان كهدلاي وعن بريد بن حسين الاسلم رضي الله تعالى عنه قال من حلف بالامانه نيكا كو دارت امانه وامانتي هذا قودي خرد يله هذا حله هي دلاقن يله هذا فليس منا أنا نغمد ما مسلمي هدان نغمد ما أكدا وقال هدهن حديث صحيح محايا لي أمانة ما أهن شيء لعابده صنبنا ما أها روحي قصد أقول دارة وحقود عاي كبيرة من الكبائر بل أكبر الكبائر بكجرون قال لما قرسين حديث صحيح رواه داود بسند صحيح وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف نينك دارته فقال إذا إني بريء من الإسلام نبقى دارتي ويري والله هذا هو شيء ترتبع أما وحى هذا السمية يبا إسلام كان بركة هيبور من حلف نك دارته فقال في حلفي إني بريء من الإسلام إسلام كان بركة وإسلام كان كب حيدا
كفرت بيدان سمايو كافك يقول هيا يعني يفاد وحورن ماشي كفرت أي كفرت بالله وكفر قل هيا بيكوليه أفدوا بكي وعوها الله يا يهودي بان هاي بيكوليه نكس حتى كريستن باي مرة هنا يهودي قال يهود بيقول نعمي ورنت في عيني قال يهود بالله يا سمايو يقول نعبا قال قمنا يدين فترة سليمة علوم قم الدين كيدين فصير هاي مسألة الولاء والبراء ما كلام مرة هاي أفدك لا يدم بيسه فإن كان كاذب صبر محن هذو بين شيء جيو نبلا حاضري هبلو ما أنت صار يجي مشا كوا أركي ما هذا مشا ما أنت مرايب أما أم فريستي أم هبل بعن لك كل ماي يهودي بان هاي بور ودارت نيكاس هذو وركا بين كل شيء جيو أصو نيك لك كل ماي أما مشا فريستي أو يدي هل كاب هذا مرا أما نيك كاب أن لك كل ماي أما أن هل كاب سمي يهودي بان هاي بنتين أي تاي هي فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سدو جدي ويهودي إلا إنه بين شيء وسوقي هاي شيء حنا وكل أرتي الدين خريبا أن إسلام نبض الدين عكا أمرك أو يد إسلام بمن بريكا هاي بين فهو كما قال وقالوا بنك أصدقاء قل إحنا فهو كما قال وما بين بشيء وكو كما قال ذا وشيء لازمة صدق أو كذب فهو كما قال وابين هذا يقول وابين عليه هذو رميسي هاي دين إسلام كأين بالغو دارن كرا أما دين أن إسلام هين باونا كسروا أمسي هاي هي ورطة وقال هذو أسوكو بين شيء غيون حوحا أمسي أفكا باركي سوشو كقد دارتينا هذا وابين عالم محايا إلي كنت وحال الربائين قلبك إياقا قولك سوافق سنين سوانيك سوشيك ما والله يعلم إنك لرسول والله يعلم إن المنافق يشهد إن المنافقين لكاذبون هذا رسول الله باترون بكل شيء لكن قولك أفكي كشيء أورك ميسن كآمن سنين رنا وحال إلى هذا ويرد إيوه أور إسوافق سن إري أور وضا صعباق صدقي إلى هذا وإن كان صادقنا ضرر شيء هينا فلن يرجع إلى الإسلام سالما بنبور هذا تي تاي أو مشى أوسن مارين نكا أوسن لكل من وحق سكا أوسن سمينين حقا نؤيد بريء من الإسلام بنا أما يهودي بنا أوجد هذا ما هو كدونا إنه الدين كلو وينيو ما هو كدونا إنه الإسلام كبر إنه قدس كتكورة بل قش غل حمدا إجي بصر حمدا زي نبي حول الإسلام كقص الله ما يسوي بتقبه دمبيلا ويوي ومجرم أما قال بعض نقول أما فاسق بطارته كن قنيس فلن يرجع قصر لابن ماهي إلى الإسلام أي إلى إسلامه إسلام كيسهوري سالما أصله كبت قبل دنبي كبير إيو يا معصي راب داود مرك إسكي إلى ليهوي وعلي بن عمر سيد الراجح أنا وحاول روح مسلم كأوم والله يدون هدو الدين كلا كن عرته أما أولى إسلام كان بريكاء هاي أولى هذا أما خرون هالشيء أما بين هالشيء كو قالوا ما سيد الراجح maxay yeelay wuxuu waxyaabahaas ugu dhaartay meesha uu qabsaday waa gaalnimo nacay yahuudnimo yahuudi baan maanta hadaan ku dayo wuxuu mujeeda sayso u dhaceen inaan yahuudi noqdo way in yahuudnimada u necbahay yaan maanta ku dayinay nebelo fara inaan ku saari way Soomaali iyo muslimiinta day yahuudiyad iyo bari baan ka ahay kristan baan ka furto billahi iyo walaad ka maqasho waxay ka turjumayaan aqeedo wanaagsan ويقبانوا أه نعيبين نعبهين دينهاس مركز لفظي باركي داهك سلافيرن مهاي حوكت ربطت كهي سال إيجيسا معانو الوام محاي وما قصت إياه إنا يكون نارتان شيء أساقا موينين إياه أكتو ذا قيمة كلام بل حمانتي سيكبر النقني هل قاسي لك ياريسا تعدين بو مقص دهيا دين نارتان وما قصت دهيا حبنا كما هو نعيب نعبيه نيغا مكو كولاي هويده بان كما عسيس دمانتا دان كو داي سومالي مخو كو ودا وي كو دارتاني هويده بان كعبدا كغه معسيس دات مر باي وكعاد مخي كدورين وا والدودي والدودي وي هويده بان كعبدا كغه معسيس دان كو دايو كوله اما وخا ان ييلو لو جيدا سي ودعايني هوشا ونعبي هي اسن سوره قولو اهين بيتنا سوره قولين بوله marka wayna faanto maqasidu nnaas iyo waxay u jeedaan oo aan iska soo istaagin oo iska xariiq weeyo hawsha
معناها سي علمود تلمان وانا صح شيخ الاسلام باك هلي. وعن عمر رضي الله تعالى عنه ما انه سمع رجلا مما يقول له لا والكعبه ما يا كعبه ان كدارتي لي ما هي. فقال وحر بن عمر يا لا تحلف بغير الله احدا الله كائنها كدارن الهي غيرك يا كدارن كعبه ما كدنت. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محايل بن عمر محكو رقمي قاعده مجمعه هذا الكذاهر كسال وحن باريا الى اللو اقادو حكه صده صنيد هذا ماشي وحادعي كرتين وحل قدره اوله لا ورب الكعبه نوتشيده لا ورب الكعبه الاصل عدم تقدير بالغوله ظاهر الناس هو محاي انها كو دارتي كعبه ايضا كو حكومين ساسد كسو عنيسى. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي ولان مقلي من حلف بغير الله فقد كفر أحد يقول دارت أحدا الله كاهن وقالوا بي أو أشرك أمال أشرك يالي وإذا ده إذا كفر وشرك وائسكم مد حق معاني ذا يا أحكام تا يا حقائق ذا وائس كمد بعض الأحكام أسكت هابو كلا تجيني أي الدليش ذا أشرك يا كفر وائسكم مد بيده وإذا ده دي دينه حلو وشك الراوي رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفسر بعض العلماء علماء مركز وحيكون فسرين قوله النبي يقول كفر او اشرك على التغليد اتكين يدوشين يقودين بيكون فسرين ما تفسير كاسح ما بل هو عرف شرعي وعرف شرعي ورقا اسلام كو يقانو كفر شرك شرعي يو اطلاقا اصوغ مرنا كوضا كفر شرك اكبر مرنا كوضا اصغر يو كوضا كفر دون كفر كوضا مركا دليلكم ما في رنيسة دليلكم حوتوس هيا إنه أصغر يها واد راعي دليلكم حوتوس هيا إنه أكبر واد راعي إلا تقليد ما وحلو جيدا شرك وكفر وأدقيا وأنا دب بغي هاي لكن كي الدين كلا جاب حيا ما كما روى يسأل أن النبي قال إنه الرياء شرك يعني محمد شاكو صور رصدي استسكوا شركي أي شرك أصغر أو غير مخرج من الملة مركو حكف عين ترى ذو حلوج ذا شرك أصغر كا أما هو شرك دون شرك أنت ساكو غفل إن على التغليظ بمعنى حين قلنا إنسان مش بومبون كجرته وشيء حد كيسير للدافت أنا خطر كلاك إيمانيس باب التغليظ تحريم اليمين الكاذبة عمدا وحباب هاي دارت بين تا يكسلوا قد دارت شرع ذو سيد حرام يش أنا عاد كيسير حرم دازي. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف ان يقدر على مال امرئ مسلم روح مسلم هانتدي با يقدرت بغير حق حضرون او قدرت روح مسلم حوله وليه او شيغانيو اسو وليه دار بينه كو قادت لقي الله انك وحل كل ما هي وهو عليه غضبان الا وينه وعريسن باه لا كل ما هي انك الهي على كل كلمنا وحا كو دعي ود اوغتي. قال وحول الصحابي ثم قرأ علينا رسول الله رسول الله وحول نقول الآخرية مصداقه حديث كان شيء أم خراتك علها وركي وحا أم رقوي هذا كان النبي وقول شيء إلهي با أم ركعهاية من كتاب الله تعالى كتاب ربي قيب وكسو قوري النبي حديث كان النبي شيء وحول أم راتك عهاية ومعي تاي إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا كو كو إبسده كو بدر شيء كو دور صده إلهي عهد جيسي يبلن جيسي يو أيمانهم داره ودي كبد الشيء ثمنا قليلا لعقير يعني الدنيا دورتين مال بيت دورتين إلهي بين بين أقول أرنها يوم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم آيات داسة وحي كفر يسنة يسمى معنى نبي قلنا الشيء آخر نصيب كمالها كواس إلهي بنت أقول دارته حق من آدم نكو قوستة دار بينات كو قوستة آخر نصيبكم لها إلهي سبحانه وتعالى لما هالله ما إيغو ما طهر الدين بأمر دافي عذاب كل الله ويلي سيا الله قال هدي وروح له عريسين ياهي إلا حريس لقو العرى لقو إذا يو إلى آخر الآية ونظم الآية متفق عليه. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول صوبانه من اقتطع منك قوسته حق امرئ مسلم روح مسلم حقي بوكو قاطي دول دافكالي شيلين وحود دوني هنقل روح مسلم حقي بوكو قاطي بيمين دار بينه مري فقد أوجب الله له النار إلهي نكا وحو واجبي أو نكا سوية النار با سويس
وحرم عليه الجنة جنة إله روحه وكم منوعية روح مسلمة حقيس إنك دار بينك وقاتة يا مخاتي بينات يا دار بينك وقاتة جنة واك حاران جهنم ويواجبيس. فقال له رجل نبع هوشك عادوا لبتوه نبع الله وإن كان شيئا يصيرا يا رسول الله ما حتى وحير هدو يهي من نار بأي واجبي جنة وإيقا ممنوع وإيقا حاران شيئا كل دارتين والكي أن كرد عيان دارتك قاتة وحير طبنشن بالله أكاد يقمي نار بأي واجبي سن جنة وإيقا حاران. قال نبي حلو وإن كان قضيبا من أراك وحير بابا الشيكتي لان عذي بالله أكاد وإن كان شيئا أدقوصتي الله أكاد قضيبا لان قلدوبا حو تف عوصة ومن أراك رمي رمي ملك سوسكي الله بالك يرك هذا جبك واتن بالله كدو رمي بعد عي مقاصد تروى كي ورما ما أنا إسكاله والله كي جوي ما كنت أرتاه وكذا تجي نار بكو جليس جنا واقع حرار سيدنا سو شيء وهاك الإسكبج كونا دمر كأنتي تبنا دم كي يروح إسلام ودم بدق لقي أود نكو شيء أنا يوم مدن حيوجا أيقون دار بالله جارين كي الله نحبس كدي جاي معن مودار صانا حفظ فقر عنه وجنة ساكو سوقاي رواه مسلم. وعن عبد الله بن عم نعاس رضي الله تعالى عنه حديث قوحة كجرة روح مسلم كحقيس وحكو بنين كرمتشرو حتى قادها دوكو حكم النار باتكو قلي قادو قنوا معذور قادو حكم كيسو محل الوباد انك مقارو وحي أمك وحكو حكمي دارت هذه يا مقاتل هذه بقيمه وحوصك الله ما يست لكن أذوق هذا أكتاي حقاني إن هذا اللهين وظلم أتكو قاتي نار بتكو جليس أنت تدونك جوكتان حقوق الناس كسك بحشة. وعن عبد الله بن عمرو عاص رضي الله تعالى عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث كان وان صوم مرة الكبائر ذنوب تواوين أي من الكبائر ذنوب تواوين وحاكم ذا الإشراك بلا إله ولا شريك له وعقوق الوالدين لابد كل شيء اللي هو عاسي جروبه ضابط حقوق الوالدين وحنا نصور شيء إنه وإن الثمايسه وحوالد كل بيوه وحوالد كل بسنة يوين عرفا الله ذو القدر كريم والد كواحد دبي عرفا إن أتكس قصة مايسه دبكاسه دب وين أيال يا عقوق الوالدين هدي لكن لي وحكستو والد كدب عقوق باقرنا يا عاس والدين كل جن عاس والدين بنقونيس لأن والدك هو شو باب جوني عشان قصة يرضاه هو يبغى يدبسنا يساوي شيء هذا ميال الدلي حاجة كبا حي ببهلي وحجن هي بقى الواحد ودك تي موجود بكون عاي أيوة كذا الكتة عن تور رفاتن بتسوقلي والدك والدك وحي وحي دباي وحي تبر الله يجمع وحب الأب والدك ودب سلا عقوق الوالد دلي هذا كل جن عاش والدين مع الشيوخ ذي النية شريفة ذي وعلوج هذا وأدب وين أو لود القادن كرين أو عرفا والد دبا دبا تم موقت إن أتكسو سميس أما ورد هالنقطة أما فل هالنقطة أما وحد ديدي وحيلة هالنقطة هذا ضابط كل نقطة. وقتل النفس النفط والديلو إلهي وحرمي با كمدة دروب تواوين واليمين الغموس نارتا بينتا اليمين الغموس واليمين الكاذبة غموس نوحلوي روح سميي أي نار تتيم بسا روم بسا قوس سا وجلسا من غمزة وأمرك هذا الشيء قد كل بدبيه وكلا أتقش رواه البخاري. إذا محل شايته واليمين الغموس نار تبين تلغمرو الروح النار تجلسا جنة كحرم تأيا كبائر تكمل نار بينات كسكيل عليه رواه البخاري. وفي رواية له بخاري رواية أولى إن أن عربيا جاء إلى النبي نرهم يا نبي قيمت فقال وحري يا رسول الله ما الكبائر ذنوب تواوين محيطها. قال نبي حويري الإشراك بالله الله كو أبو رضي غير كي لعب دوي أشرك يشو حقي سخاصك عدك لآتيسو أما ألو ذاكسو. قال وحوري سحابه ثم ماذا نبي الله محاكو حيقة قال اليمين الغموس نار بينا لابد دنبي بس كدر سطيو اللوينات كدارتو بين بغو دارتو إلهي ماذا حرمينين لابو حق الناس بد إلهي مقعيكو قاطي وخائن باطي دقر لا مرك آدمنا واضو المسي الله أنا تقدك تي إلهينا واضحر مطرتي صدح لها الدنبي بسكدر ست مرك يورتان اللبوة وينو بنان كتا الله. قلت وحان نبي الله ومال يمين الغموس يمين وفهم يا سحابي غموس اللقاه ويقانا لكن معناها شرعي نبي أجدو سفهمين
قال النبي حوري الذي وامدك يقتطع قوسنا يقاضنا يمال امر مسلم روح مسلم مالك بينك قادارك قادنا يعني بيمين هو فيها كاذب دار وكبين شيء وكقاطع. باب من ندب عفوا باب الندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر أو يكفر عن يمينه. حبابي هاي ندب من حلف على يمين يريد اللوغو يرينين كدار قدارته على يمين ومحونا على محلوف عليه إن بطن بايدين سوى شيء على يمين على محلوف عليه نينك الشيء إنه الصمين يأموسا سمين كدارته وفراء أركه غيرها وحو كدارته وحان كائن خيرا منه مكون أكسين ما لوغو يري روحاس أن يفعل إنه الصمين ذلك المحلوف عليه شيء أو كدارته إنه الصمين إنه الصمين يالك الرباه ثم يكفر ككفر قتو عن يمين دارتيس حاطر والله انت نولها انا نهب الله لينين كدبنا اني قراب قويسنمات تهي او هلب حمات تهي او الليدنان تهي او دين لانتا دو عرق تهو شايدا دارتبت ككفر قدن ولا كان واضح لنيس كدبن ميش دارتا هذه قيل عد خبان نيساتو قراب قويسنمات بقن حمات كدبن ميش ولا تجعل الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين إذا حلفت على محلوف عليه هذا شيء كدارته أما كدارته سمينتيسي أما كدارتنا السمينين وفرأيت هذا ركته غيرها شيء قد كدارتي وحان كأهينو خيرا منها كخير بدن وكأجر بدن فأتي لئمو الذي هو خير شيء خير بدن سمي صنقه دارتكم مدحتيرين وكفر عن يمينك دارت دينك كفار غدو متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين نك شيء كدارت سمين يا سمين لان وفراء ارك غيرها دارتي سي وحان كاينو خيرا منها كون اكسن دارتي فليكفرها ككفار غدو عن يمين دارتي سي كفاره اليمين وايمان دونتا وليفعل هسم الذي هو خير شيء وانا اكسنها لا يمادو رواه مسلم. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني والله نبي وحو صحابه فريي باسو انه سمي انه شيغيا عليه الصلاه والسلام اني انا والله الله ان قدرت نبي ما لبا دارسن اسا دارت سديتني دور ميلود با سننك صحيحين كي مسانيده كتب الصحاح اي كتبت حوق بدن كتب نبي انه دارت سديتني دور ميلود اسو عند دارسن نبي دارين جري وينين الله وينين يحوجن هذا يحوجن يربط أول رب أمضى إن هذا الكسيس وقاطع قرآن كان صدح ملوك بالنبي قال أمره إنه كل نارته قل إي وربي قل بلا وربي لتبعثن إيوه بلا وربي سيسو قبل تلك سورة الصباح لجينا ما هيني لتأتينكم مرة بلا ورب لتبعثن وتغابن هي لتأتينكم وسورة الصباء اي ورب وسورة يونس سوما هي صدح لها ميلود وي النبي قال الله فريق الله قدرت قدر لي اي ورب ده وحكم شرعي قران صدح ميلود النبي قال الله فري اسونا سديتن يدور صحيحين كيسونا كي مسانيد تنا كمدا وركا امرك الهي بين لوغما رن لوغما دارت سومالي اسكا دادعيساي خالد وي كتاب الهي رن يا بين لوغما مارو الهي ما بين تسي الهي رن الدين وي اني انا والله الله ان كدارتي ان شاء الله والله هدو دون لا احلف دارن مايو على يمين شيء كدارن مايو ما كدارن مايو ثم ارى ما اركو خيرا وحكا خير بدن منها دارتي وحكا وانا ما اركو الا هدي دعدين داري كدعدو دارتي وحكا وناكسنا آن هلو كفرت عن يميني دارتي ديبان ككفارة قدون وقيل كدقان مايو وآتيت وحان الله إيمان الذي هو خير مثل خير كبضان بان الله إيمان متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يلج يلجنا والله أخريا إنه ملح تيري من اللجاج أو اللجاجة ملح تيرين ملح أريقوه مايا ورهب الله شيء وانك دارتي سواني قد أرثي معها سما أركين تان دارن هاي أولها مزعون هاي لأن يلج إنه مغح تيري أحدكم متكين مغح أضيقو
في يمين دارتي سي أو في أهلي أهلك سو كدارتي دار هيرك سو كصاحب سنيد قرابة دي سي حجالة دي سي حكت دي سي تلكي صاحب دي أي آثم له أقدم بالبدن عند الله لا يأتي من أن يعطيها كفارة من كفارة بحيه التي كفارة وفرض الله عليه رب أوصاري إن كفارة قدت ودارتي تبيسه وضوش كسر النقطه أي خير بدن وحدم بالبدن إن دارتي من دور حياتي هذا دارتي من إلاشان هيا دارتي تبين ما هيو هاوشا ساكدن بالبدن أو خير بدك دون يسدن بدكليس متفق عليه مرك الدين تان نقول دقينا إلهي يرسول كلها دار دارتان دارتا أمضها كوكا يقولين كفارة قدت أو وناقا وإيشا قوله للنبي قول يلجأ يلي هو بفتح اللام وتشديد الجيم جينكا اللانكا ولا كردبا يلجأ الأورنية جينكنا ولا شضية أي يتمادى فيها وكم تحتاجها يوم احترنها يا ولا يكفر ما كفارة قدنا يا وقوله آثمنا وبثاء المثلثة أي أكثر إثموي السجع دم بوين بالوجه دم بدن باب العفو ينجو الله سبحانه وتعالى عليه.